أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بدأ الناخبون في إيران في التوافد على مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المحافظ سعيد جليلي والإصلاحي مسعود بازشكيان لخلافة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي الذي توفى في حادث تحطمي مروحية في مايو أيار الماضي. وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي صباح الجمعة اليوم: نبدأ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 14 لاختيار الرئيس المستقبلي من بين المرشحين الاثنين عبر 58638 مركزا للاقتراع في البلاد وجميع المراكز أيضا في خارج البلاد، ومن المرجح أن تستمر عمليات التصويت حتى منتصف الليل إذا جرى تمديدها على أن تعلن النتيجة النهائية السبت تسبقها الأرقام الأولية. ودعا المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي إلى مشاركة أكبر في الانتخابات هذه المرة، ومع تأكيده على أن الامتناع عن التصويت لا يعني معاداة النظام. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المرشد الأعلى الذي يعد الحاكم الفعلي للبلاد وهو يدلي بصوته عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي. حول هذا الأمر وحول متابعات الانتخابات الإيرانية الآن يسعدني أن يكون معي ضيفي المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني الأستاذ مضر حماد الأسعد. أستاذ مضر، بداية أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. يا مرحبا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ مضر. أدلى 40% فقط من الإيرانيين بأصواتهم في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، وهم عدد الناخبين 61 مليون، فقط 40% هم من أدلوا أصواتهم في أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، أي أكثر من 40 عاما. برأيك هل سيشارك الإيرانيون في هذه الجولة الثانية بزخم أكبر؟ حياكم الله. لا شك بأن هناك حالة من الاستياء العام داخل إيران من موضوع الانتخابات، وكذلك هناك عدم ثقة لدى الشعب الإيراني بالسلطة في إيران أو السلطة في طهران، مما أدى إلى المقاطعة. أكثر من 60% من الشعب الإيراني قاطع الانتخابات، وهذا يدل على أن الاستياء هو استياء عام وليس جزئي داخل إيران. لا شك بأن المنافسة هي قوية، يعني المنافسة قوية بين الجناح الإصلاحي، الجناح الغير متشدد، الجناح الذي يسعى ويعمل على التعددية السياسية، على الانفتاح الاقتصادي، على الانفتاح السياسي على دول الغرب وكذلك على الدول الإقليمية أو الدول المجاورة لإيران. هذا الجناح كذلك يسعى ويعمل على الانفتاح الاقتصادي وكذلك على السير بخطى إيجابية وسريعة في موضوع الملف النووي من أجل كسر حاجز المقاطعة مع الدول الأوروبية أو الدول الغربية، بينما هذا الجناح يقوده الوزير السابق سعود بازشكيان الذي يبلغ من العمر 69 عاما، وهو أذري المولد أو الأصل، بينما الجناح المتشدد، جناح الحرس الثوري الإيراني، جناح الأجهزة الأمنية، جناح الملالي أو المدارس الدينية أو المعاهد الدينية، يقوده المتشدد سعيد جليلي الذي هو كان عضوا في الحرس الثوري الإيراني، وكذلك هو ممثل خامنئي حاليا في المجلس الأعلى للقوم الإيراني، وحقيقة وهو المدافع الصلب عن ولاية الفقيه، وهو يعتبر من الأجنحة أو الجناح المتشدد جدا ويعتبر من الصقور في إيران. لذلك هو نال في الانتخابات الأولى، أي في الجولة الأولى، نال 38% من الأصوات، بينما سعود بازشكيان قد نال حوالي 42% من الأصوات. مثل ما ذكرت المنافسة قوية، أنا أتوقع بأن حتى الذين قاطعوا الانتخابات في المرحلة الأولى
هم سيأتون إلى الانتخابات من أجل إعطاء أصواتهم إلى الجناح الإصلاحي بعد أن حقيقة عانوا معاناة كبيرة جدا سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا من الجناح المتشدد الذي يمثله سعيد جليل.